اولا بغيت نشكر سيدنا اللي ديما كيفكر للشعب ديالو في المحن وفي اي حاجه كيفكر ليه، دائما هو المساند الرسمي ديال المواطن ديالو. القضيه غنهضر على القضيه ديال التعليم، التعليم راه مهدده بالنسبه للعالم القروي والبلايص، الاماكن كاع اللي تمست بالزلزال راه مهدده، حيت الاطفال كاين اللي مات، كاين الاساتذه اللي ماتوا، كاينين المهم كاينين المدارس اللي طاحوا، كاين اللي تشق ما يمكنش ليه مصالحش مازال يتقلوا ليه التلاميذ. هذا هو باش التعليم مهدد عندنا، لا في جميع، غنهضر على بصفه عامه في جميع البلايص اللي دات فيهم الزلزال. القضيه اخرى بغيت نشكر اخواننا في المغاربه، لا في الداخل ولا في الخارج، الله يجازيهم بخير. المغاربه ديما كرماء، المغاربه ديما كيحسوا بخوتهم، وقت ما كانت شي حاجه شي محنه كيشاركوا الناس ديالهم، كيشاركوا الاخوان ديالهم. الحمد لله جاوا مساعدات على مساعدات، الناس استافدوا 100%. ولكن راه بغيت نوصي، الله يرحم الوالدين، كاينين مناطق، بعض المناطق القليله ما كيوصلهم والو، المنسيين ما مشهورين وزعما تقسحوا في هذا الزلزال هذا ما وصلهم والو. غنقول الجماعه التاويلت، غنقول ما وصلهم والو، هذه الجماعه ماشي جماعتي، وانما هذه الجماعه راه ما وصلها والو. وكاين بحال ايكيدي، جماعه ايكيدي حتى هي، كاينين دواوير تقريبا شي 13 دوار فنين باقي ما وصلهم والو، داك الشيء اللي وصلهم شي حاجه قليله. انا بالنسبه للدائره ديالي راه وصلها بزاف. نكونوا ما غنكروش الخير، وبغيت نصيفط هذا الميساج لكاع المحسنين اللي ضربوا علينا الكيلومترات، الالاف ديال الكيلومترات باش يوصلوا لنا المونة ويوصلوا لنا الاغطيه والافريشه والقياط وداك الشيء، الله يجازيهم بخير، وحتى الادويه وداك الشيء كامل. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.